لكن الشناوي كمستوى فني كجون طبعا ما حدش يتكلم عليه بعيدا عن ما شاء الله، الفنيات يعني طبعا. ربنا يحميه، لكن كل تفصيله برضو مركز فيها وحريص على الفرقه وحريص على كل حاجه وعلى كل اللعيبه وعلى ان الدنيا تبقى ماشيه كويس. فمخيرلك بشكره، نعم هو بيزعل لنا كتير بس بس الشناوي يعني الامانه ده الامانه راجل يعني دوره بامانه مهم يعني. وكبير جدا وفارق مع اللعيبه الحقيقه يعني. عدم وجود الجمهور بيخلي اي كلمه بيقولها الشناوي او وليد او سعد أو تظهر للناس كلها، فيعني لا هو بيتكلم على طول، اضغط يا ايمن دي او اضغط يعني اضغط يا ايمن دي بقت ترند، انت عارف طبعا القصه بقت كل حاجه بقى لها 3 4 شهور، اضغط يا ايمن اضغط يا اضغط يا ايمن، انت عارف الكلام يعني. دي حقيقه بامانه يعني. هو الشناوي دايما بيتكلم كتير جدا، دايما بيفوق الفرقه، دايما بيحس لما بيحس بالفرقه ان الريتم هادي هادي شويه بيفوق اللعيبه. لا للامانه الشناوي عامل حاجات كتير جدا في الملعب وبره الملعب، وعلى المستوى الشخصي معايا انا يعني مش عايز اقول مكبرني جوه الفرقه جدا ومع سعد للامانه، ودايما في ظهر اللعيبه، واللي عنده مشكله دايما بنقعد معاه من اللعيبه، والشناوي بياخده ويروح يقعد مع الكابتن سيد بيحل له مشكلته. للامانه حاجات كتير جدا تحسب للشناوي ولسعد للامانه يعني. وخلي بالك يا كابتن اسلام، ده يعني دايما فكره العيله الواحده جوه الفرقه دي مهمه جدا طبعا يعني. دي من يعني من ضمن برضو الكلام بيجيب بعضه من ضمن الحاجات اللي حصلت السفريه اللي فاتت، ان كايزر في المغرب يعني في المغرب ان في 2 لعيبه بقى لهم فتره كبيره مصابين، فكنا مصممين ان هم يبقوا موجودين معانا، لان دول من اكتر اللعيبه اللي حظها كان وحش الفتره اللي فاتت، وخصوصا كريم نيدفيد، لان كريم لما ابتدى يلعب يحط رجله في الفرقه، وكريم نيدفيد ده لعيب كبير جدا ولعيب مهم جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي. فانا بقول له من خلالك ان شاء الله ترجع بالسلامه ومستنيينك الفتره الجايه، انت نزلت التدريب الفرقه محتاجاك ان شاء الله كله دور مع زمايلك. فكنا حريصين ككباتن ان هم لازم يكونوا موجودين سواء او محمد محمود ان شاء الله يرجعوا طبعا. طلبنا من الكابتن سيد ولازم يكونوا موجودين معانا في السفريه، لان ما ينفعش الفرقه كلها تسافر وهم اللي يبقوا موجودين هنا. الحاجه الثانيه هم اكتر ناس محتاجين ان هم يبقوا موجودين مع الفرقه ويعيشوا الاجواء. كانوا مبسوطين جدا بصراحه جدا يعني، جدا شفنا الصور والفيديوهات حاجه جميله جدا. وعدوا فتره صعبه يا سعد الامانه يعني، مفيش لعيب كره يتحملها، عدوا فتره صعبه جدا. انا هحس بيها يعني. انت حسيت انت حصلت معاك مره طبعًا يعني، انا حاسس معايا برضو بس مش بالفتره الطويله قوي بالامانه يعني. هم بصراحه عندهم اصرار، ان كان محمد ولا كريم، لو حضرتك تتفرج يا كابتن بيجوا الساعه مثلا، لو عندنا تدريب الساعه 5 بيجوا الساعه 9 الصبح، بيشتغلوا فترتين ما بيمشوش يعني، تقريبا اليوم كله في النادي. عندهم اصرار ان هم يرجعوا ويبقوا احسن، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويرجعوا احسن من الاول ان شاء الله باذن الله.